أنا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلى غير صورتو ونعوتو وخيالو. ماشي سهلة في الحقيقة، ماشي سهلة بزاف، حيت ملي كتقول له هوات كتقول يعني سنوات وانت كتحلم وكتقاتل وكتخدم وكتمثل وكتسنى شي واحد يشوفك وتعجبو ويامن بيك ويعطيك دور، وكتسنى في الحقيقه دور اي دور باش تبان ياك. كي ملي كتجي البطوله كتكون بصح بحال داك الحلم تحقق. وانا شحال مره قلت هاد القضيه هادي، كنت كن حيت درت دي كاستينغ بحال هكا قلال وما عجبنيش الحال، وكنت صافي وقيلا مابقيتش ندير الكاستينغ، خاصني شي مخرج اللي يامن بيا ويقول لي خاصك تمثل معايا، يشوف داكشي اللي انا كيحرقني لداخل كيتحرك فيا لداخل، شي واحد اللي غيحس به امنت بهاد القضيه. كان هو نبيل عيوش نهار شافني وشاف فيا داكشي اللي انا كنشوفه في راسي، حيت ما يمكنش يشوفوا فيك الناس شي حاجه انت اللي ما كتشوفهاش في راسك اصلا. ما امنتش انت براسك ويامنوا بك الناس، مستحيل. انا مامن بانه عندي شي حاجه بغي نخرجها. دائما عندي شي حاجه بغي نخرجها ومامن بها. ونهار نبيل عيوش كان هو المخرج اللي شاف ديك الحاجه فيا وثاق فيا وعطاني الدور، عطاني البطوله، وكانت بصح بحال باب تفتح ليا كبير ديال اني ندخل لهاد العالم اللي كنحلم به. زكية الطاهري بالنسبه ليا هي اللي اكتشفتني في التلفازه، واخا درت ادوار في التلفازه صغيورين، ولكن باش تثق فيا وتعطيني البطوله مطلقه في عمل بحال رضات الوالده كيخص بصح اللي يثق فيك. ورجعنا لديك النقطة ديال اللي غيشوف فيك داكشي اللي كتشوف في راسك وغيامن بك وغيعطيك الدور بلا ما يوصي عليك حتى واحد، بلا ما يعيط ليه حتى واحد في التليفون، بلا ما تكون زكي الطاهري كتعرف با ولا كتعرف امي. كنشكرها على هذه القضية وقلتها ليها، قلت لها انت تقريبا بالنسبة لي بحالك بحال نبيل عيوش، يعني عطيتوني ادوار كبيرة بلا واسطة. انا مع الجرأة في التمثيل، انا مع الجرأة في المواضيع، لان الجرأة اصلا كتجرع، ملي كتجرع ما كتكونش خايف، كتهرس داك الحاجز ديال الخوف. ملي كتهرس داك الحاجز ديال الخوف كتقدر تكون صريح، كتقدر تواجه المخاوف والمخاطر، كنقدروا نناقشوا مواضيع اللي غتنوض بينا كامه كمجتمع. الفنان الا ما كانش عنده جرأه خصو يعاود راسو، يمشي يراجع راسو، يقول واش انا فنان ولا لقيجي بغي نصور طرف الخبز. حيت طرف الخبز بزاف الناس كيصوروه في الموقف في اي بلاصه. انت الا كنتي فنان عندك واحد الحاجه خاصك ديرها في هذه الحياه، هو الدور ديال الفنان، خاصك تناقش مواضيع، خاصك تحط الانسان امام الامر الواقع. الفنان بحال المعالج النفسي، السايكو دراما راه دابا الناس خدامين بها في العالم. اي فنان يكون عاش شي حاجه من داكشي اللي عاشو طارق في دير البوز، وانا بدوري عشت بزاف الحوايج من داكشي، ماشي كلشي ولكن عشت شي حوايج. وكلنا كنعرفوا ان حتى حاجه ما ساهله، خصوصا ملي كتكون باغي تبدا في واحد المجال ماشي ساهل، ضروري كطيح كتنوض كتعذب كتكرفس كتحقر، ما كتلقاش اللي يمد لك يديه، كتلقى اللي ما كيعطيكش فرصه، كتلقى بصح اللي غادي يخصو معرفه. هادشي كاين في الواقع في كاع المجالات، وفي التمثيل حنا درناه في التمثيل كاين هادشي، حتى هو كاين للاسف، كاين بعض الناس بحال هكا، ولكن كاينين الناس اخرين اللي في الواقع كما الحاله ديالي عبدي الله رشيد شخصيا، كاينين الناس اللي كيامنوا بالمواهب، كاينين الناس اللي كيعطوا فرص. هذاك يعني دير البوز بحال تقولي كنا كنبينوا واحد الجانب ديال 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 الممثل ديال الفن، عالجنا بواحد الطريقه ديال دراميه وفيها الكابه وفيها داك الشيء، ولكن عالجناها بطريقه اللي ايجابيه. كنقولوا راه كاين هادشي وهاد، ولكن مالغ راه كتقدر توصل ودير ودير، غير الا وصلتي رد البال عاوتاني شنو الخطوات ديالك الاخرين. وهذا انا ماشي من النوع اللي كيخرج في السوشيال ميديا وكيبدا يبكي وكيقول انا مسكين وانا وقع ليا وانا كيديروا ليا وانا هادي وانا هادي. انا من النوع اللي كيتحارب وما كيحطش سلاحو، وتقدر تعرفو راه ما كيتحاربش ولكن هو راه كيتحارب، انت غير كتشوف النتيجه. انا من هاد النوع، من النوع اللي كياكل العصا وكيبقى يبان لك واقف. تقدروا تشوفوني فيها علاش لا، ولكن انا دائما مع الكوميديا اللي نو الكوميديا الموقف. انا ماشي ما كنقولش انا
ما كنظنش شي نهار تشوفوني في السيت كوم حيت ما بغيتش نديرو اصلا تقترح عليا مع احترامي للناس اللي كيديروه، لكن انا كنشوف راسي ما نقدرش ندير السيت كوم. نقدر ندير كوميديا سوداء، كوميديا الموقف، نلعب فيلم في الكوميديا، ولكن بحال مثلا نص الى شي هره فيها الكوميديا انا راه كنقول جوج كلمات بنادم كيضحك، ولكن انا ما كنضحكش، انا لاعب الموقف اللي كيضحك، الهضره اللي كنقول باش ما نضحكش كتضحك، لان البناء الدرامي كيكون فيه هذا النوع. الشهره ماشي سهله، اولا في كاع الاحوال بكل صراحه الشهره راه ماشي سهله، وانا ماشي من النوع اللي كيقلب على الشهره باش نريح ندير رجل في قهوه ونديرها ونقول لهم شوفوني انا هو داك اللي متسلت في داك الفيلم وانا هو المشهور فرضت الوالده، انا ماشي من هذا النوع، انا هو داك النوع اللي كيدير كاسكيطه كيما تلاقيتي معايا قبيله وكنطلع البافيت وكنقدر نزيد حتى القبيه فوق راسي وكنمشي من جنب الطريق باش ما كيتلاقى معايا حتى واحد، اللي عرفني كنقول ليه السلام بخير، اللي ما عرفنيش كندخل في حالي الداري. انا من هذا النوع اللي كيقلب على الشهره، من هذا النوع ديال مني هذيك الشهره كنحاول نوظفها في الحوايج الزوينين، اني ندير اعمال قويه، اعمال عندها رسائل، اعمال عندها فيها جراه اللي كتساهم في تنميه الفرد في المجتمع، لان الفن كل شيء كيعرف المكانه ديالو، كاع المجتمعات الراقيه كتعرف الدور ديال الفن، فانا كنحاول نوظف الشهره بهذه الطريقه هذه. وعندها سلبيات ديالي ديال انك بصح ما كدوز ما كتبقاش كتعيش انسان عادي بحال كاع الناس، فهمتي؟ انت مثلا كتكون ما كيعرفك حتى واحد كتقدر دير اللي بغيتي وتمشي فين ما بغيتي وتجلس كيما بغيتي وتغوش ودير اللي قال لك راسك رشقت عليه ما غيلومك حتى واحد. ملي كتولي مشهور كتولي غير الا مثلا غير حزمتي شعرك بحال هكا كلشي غيبدا يعرفك، مع انك تخرج للزنقه تلقى 60000 واحد ما كيعرفو حتى واحد وحازم شعره ودير العجب في راسو، فهمتي؟ يعني هادو من المسائل اللي كتعيشهم كمشهور. مزيان البوز خصو يدار ماشي بهاد الطريقه. احنا دابا بحال الواقع بحال العالم الافتراضي، شو بدينا كندخلو في العالم الافتراضي، واحد شويه غتولي حياتنا كلها في العالم الافتراضي، اذا غيولي واقع ياك. في الواقع دابا اللي كنعيشو ما كنعطوش قيمه للانسان تافه كيخربق، كنعطو قيمه للانسان اللي عنده ميغو ياك. في العالم الافتراضي دابا كنعطو قيمه للانسان تافه ياك، وحنا كنخرجوا على حياتنا لاننا كنعطو قيمه للانسان تافه وما كنعطوش قيمه للانسان اللي عنده ميغو. دابا خصنا نرجعو نعطو القيمه للانسان اللي عنده ميغو. انا كنلوم هنا حتى الجمهور، لان الجمهور كيساهم بشكل كبير. دابا من حق اي واحد يدير فيديو حياته هادي، دير فيديو في يوتيوب بين حياتك الشخصيه، تصور بحويجك بالحويج حياتك، ولكن انا وانت والاخر 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 اللي كندخلوا وكنساهموا في انتشار داكشي اللي ما غاديش يفيدنا حنا اللي كنتساهلوا وكنتلاموا، اما هو حر. مزيان بنادم يدير الروتين ديالو اليومي، هادشي اللي قلت لك. مزيان بنادم يدير ديالو. واحد المره كنت شفت الفيديو ديالها واحد المره ديال الروتين اليومي يطلع ليا كاتب في العنوان راه زعما راه هما اللي كيبغيو يشوفوا داكشي اللي كندير، وقلت والله تنشوف هاد المره اش كتقول، وقالت لي مره انا راه ملي كنحط شي فيديو ما فيه والو فيه كنصاوب شي طاجين شحال ما كيتسوق ليا حتى واحد، ملي كندير بحال هكا ولا ندير هكا ولا نتحرك هكا ولا كلشي كيدخل يشوفو، فهمتي؟ راه ما عليه والو، الناس باغيين يشوفوا حوايج ماشي طبيعيين. انا ما علاش ندخل نشوف وحده دايره شوميز دنوي وكتجفف، شنو علاش غتفيدني؟ باش غتفيدني؟ باش غتفيدني؟ انا كندخل نشوف الدراري والدريات اللي ما كيعرفهم حتى واحد كيديروا شي حوايج، شحال مره كنبارطاجي شي حاجه ديال شي واحد بحال هكا، كنلقى دراري ودريات كيديروا شي حوايج زوينين. كنتمنى نلعب مع دينزل واشنطن، كيعجبني بزاف وكنتمنى ان شاء الله نلعب معاه. بالنسبه للممثلات نسرين الرادي كتعجبني وما كرهتش ندير انا وياها شي خدمه، وممثله واعره نسرين الرادي، وفرحان اننا عندنا ممثله بحالها. شحال هذه كنت متاثر بزاف بنس الغيوان، وكان العربي فاطمه كيعجبني بزاف، باقي كيعجبني الله يرحمه. انا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلى غير صورتو ونعوتو وخيالو، وملا عمري ندرت زين في البدو بحال